ما بين السقا ونوال وشعرنا هو تحدي في الخير ويلا نبدا شنطة سفر. اهلا وسهلا فيكم بمطار اغلب السقا الدولي وحتقلع الطائرة بعد شوي وعندنا المسافرة نوال الزغوي والمسافر احمد السقا وشنطة سفر. جاهزين سافروا معنا؟ جاهزين للقوانين؟ يعني لحد ما هنفسر لكم القوانين، ركزوا معي بليز والجمهور كمان. كلمة سابق فيكم هيكون معاه شنطة سفر فاضية، هيكون قدامكم دقيقة ونص تحضروا الشنطة واللي وزنها لازم يكون قريب أو 10 كيلو. سليم تفضلوا. الكاونتر، أنا المضيف للطيران، هنحط الشنطة فوق الترابيزة. لما تكونوا جاهزين وتفتحوا الشنطة وجاهزين تحطوا يا كده صح ولا غلط ولا يا كده ولا كده؟ كده أهو. جاهزين؟ طبعا يا الله. تفضلوا. طبعا التايمر بدا والدقيقه ونص بدات ونتمنى لكم رحله ممتعه وسعيده. نوال خلصتي؟ بسم الله عليك ايمه، لانه طبعا السيدات والسفر وخاصه النجوم اشطر شيء. بدك هيك لا ايه بعد عندك 50 ثانيه. طب شو بتاخذي اكثر شيء معك؟ مكياج، ثياب، مكياج، كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء بعوزه باخذ. ثياب رياضه اكيد، كل شيء، كتب، كل شيء. ولو كل عندك 10 كيلو عشان مبدا السيدات والكيلويات ما في سفر ب 10 كثير بتوتر انا، انه صاروا هلا كثير عم بدققوا صراحه. الرجال بياخذوا بنطلون واحد تيشرت واحد بتشل لك كم شيء. مش مركز بتقولي ايه؟ احنا بناخذ حاجات اكثر على طول، عندنا مشاكل في القطارات. اكيد طبعا السيدات اكيد جاهزين طبعا. احنا لسه عندنا 17 ثانيه ولكن خلص شكل المسافرين جاهزين وحنبدا مع ليديز فيرست. حطت نوال اول شيء شنطتها على الميزان. نوال بس اذا بتحب نشوف ايه؟ 8 كيلو. 8.5. يا سلام يا سلام. حنشوف مين اشهر سوري 8.05 كانت نوال. تفضل احمد. بدك تحطها بالطول. لا واو ألف مبروك. أوه ماي جاد شو ما خلص ابن المحظوظة. مبروك أحمد، 100,000 جنيه وتحدي الخير مع نجمتنا اللي بنحبها، النجمة الذهبية اللي بنحبها كلياتنا نوال الزغبي. طبعا ال 100,000 رح يعتبرها فيهم